العبقرية أصلها كلمة عربية حلو من وادي عبقر، اللي هو كان زمان العرب بيقولوا الوادي عبقر ده اللي بيعمل شيء غريب، شيء مميز. فهل سؤال رائع جدا، هل في اتنين نفس النسخة على وجه الأرض؟ لا يوجد من آدم حتى الآن اتنين نفس النسخة، إذن إحنا مختلفين. حلو. إذن كل واحد فينا في شيء مميز. دي كانت الفكرة من 25 سنة فكرت في هذا الأمر. حلو. أخيرا أحدث الأبحاث أثبتت أن كل إنسان على وجه الأرض، طفل، كل طفل يولد سوي، هو سوي فيه بذرة العبقرية، لديه عبقرية، هو موجودة عبقري. فيه هو مميز، البذرة موجودة، يحتاج إلى من يكتشف البذرة ينميها، يحطها في عملية التصنيع لغاية ما توصل لمنتج نهائي له قيمة. إذن كلنا عباقرة، كلنا عباقرة على وجه الأرض. حلو. ولما درست التجربة في سنغافورة مثلا، هم بيتعاملوا مع الأطفال كلهم إنهم عباقرة، كل الأطفال عباقرة. حلو. في المدارس والكلام تجيب الوراثة، مثلا أنا سلالتي عبقرية عباقرة على قولتك، ممكن تختلف تجيب؟ طبعا هي العلماء اثبتوا ان هي 37%، انت البذره 37%، محتاجه 63% شغل البيئه والتعليم والبرمجه المحيطه بالانسان نفسه. اذا انت بتولد بالبذره، محتاج ان ايه؟ محتاج من يرعاها، من يطورها، من ينميها. والعبقريه مختلفه، مختلف العبقريات، بمعنى ان انا قد اكون مميز في شيء، وحضرتك مميز في شيء آخر، وحضرتك مميزة في شيء آخر، وهكذا بيحصل هنا. ليه؟ التكامل، إحنا مختلفين علشان نتكامل.